بس شفت بيسان منيحة فرحت. انبسطت انك جيت تشوفها بعد ما نزلت من الطيارة. وضع نهاد بالشغل واللي صار مع مهند كل هالشي وتر لأعصابها، أكيد هلأ ارتاحت نفسيا. طوقك جديد؟ لا ما شفته عليك من قبل، الظاهر ما كنتي عم تلبسيه. لا حبيبي شفته كذا مرة بس أنت ما أنك متذكر. مو لافت انتباهي بس حلو وشيك وأنا كتير بحبه. بيسان هلأ صارت أحسن الحمد لله، بس بعد هيك لازم ننتبه عليها كتير. على القليلة لا تبعتني هاد برات البلد بس لوقت الولادة. ما تفهمني غلط، هو ما طلب مني شي والله، وماني حابة اتدخل بشغلك أبدا، بس عم فكر يمكن هيك أحسن، هي محتاجته كتير هلأ. ماشي، البنت ما فيها لوحدها على ضغوطات حلمي. طبعا بشرة تركته للأستاذ حلمي. والله أحسن لها، قال راحت عباريس راح تشتغل هنيك مع مكتب تاني. الله يوفقها. تخليت عن دعوة تعويض؟ ايه ما صار لي فرصة خبرك بهالموضوع. اجت على الشركة وقالت انه ندمانة وبكيت. في اي علاقة بين وضع نيهال ومهند وانك تخليت عن الدعوة؟ مرحلك ما خطرت على بالي. فكرت بهداك الموضوع؟ وكتير كمان. طيب شو رح تساوي؟ وصلت لشي قرار؟ افكاري كتير مشوشة، بجوز لازم احكي مع مهند بس ما بعرف شو بدي ساوي. شو أخبارك جميلة؟ الحمد لله. امسكي أعطي لبشير خليفة وقت السيارة. تكرم. الحمد لله على السلامة يا أبي. الله يسلمك. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. شوفي ما في، خلينا نقول الحمد لله منشان نكون بأفضل حال. ارتاحوا شوي وأنا راح أجي لعند حضرتكم حتى نحكي. رجاءً هلأ وصل من السفر، إذا في مجال بلا ما حدا يزعجه اليوم. بابا؟ أهلين حبيبي. اشتقت لك كتير. لك لسه ما مضى يومين يا محتال. يلا. حبيبتي. بابا. الحمد لله. عالسلام. الله يسلمك. شفت لعبة كتير حلوة، تاخد حبيبي العقل. حبيبي مراد بابا كتير تعبان. عن جد كتير حلوة. اجيتوا مع بعضكم؟ عدنان جابني من عند بيسان. الحمد لله على سلامتك عدنان بيك. الله يسلمك. كيف كانت سفرتك؟ هالمرة كانت متعبة شوي. الاستقبال الحلو بين أحضان هالعيلة الحلوة رح ينسيك كل تعبك. مزبوط. ايه أنا طالع غير ثيابي وبشوفكن على العشاء. خد راحتك. حسين قديش أخذ بالرياضيات؟ واحد. يا بابا أصبح خمسة. يعني قربت. قديش؟ عشرة عشرة. شو صار؟ مهند قبل شوي كان على وشك يعترف لي. شو عم تقولي؟ قال إنه عم ينحكى كتير أمور، بس بعدين قال بالأول أنا في عندي شغلة لازم قلك ياها. إيه؟ بالوقت اللي كان رح يقلي فيه إجا بابا وما كمل. شفتي اللي عم قلك ياه عم يبين شوي شوي. أنا رح أطلع بلا ما يحس علينا بابا. تمام يلا روحي. حسين لشوف كم نقطة سجلت بالتدريب؟ عم تسأل سؤال كتير صعب علي عمو. أهلا وسهلا. أوه مهند أنت بالبيت؟ صار عصفور البيت ما عم بيطلع بنوب. طمني كيفك؟ منيح
عم روح واجي على الجامعة. معناد تغير كتير، مو مثل ما بتعرفه. ما بدك تغير ثيابك؟ رح اقعد معهم شوي. مشروب التعب؟ ليش لا؟ نشرب. حليت امور شغلك؟ والله بطلوع الروح، خلصت كل شيء وجيت. وانت بدك شيء؟ يسلم. انا بعطي. تسلم يا قمر. ما في احلى من البيت. صحتين وهنا.